اهلا وسهلا بيكم في قناة LS تعليم اونلاين. النهاردة خلاص احلى فيديو في حياتي لما بعمل اخر وحدة في اخر حاجة في المنهج، يا يعني ببقى سعيدة جدا. النهاردة اخر فيديو لينا في منهج كونكت برايمري 2 الترم الثاني باستخدام كتاب ستاب اهيد الخارجي، من افضل واحسن الكتب اللي موجودة على الساحة اخر فترة وفرقة جدا جدا في مستوى الاولاد، وانا بتعامل معاهم بقالي اكتر من سنة بستخدم الكتاب وفعلا عامل فرق كبير معايا. فيا جماعة يلا بقى على طول اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس، تضغطوا لايك على الفيديو، وكمان ما تنسوش تعملوا له شير على الجروبس بتاعت الفيسبوك او الماميز علشان نوصل لاكبر عدد من الناس، وده بيشجعنا ان احنا نسرع في البلان بتاعتنا. ومدلعاك وانا بقى وكل يوم فيديو وبتاع، فما تحبطونيش ما تحبطونيش بدل ما وصوا. انا اخر مره اختفيت قعدت شهر ما عملتش حاجه. اعملوا لايك يلا للفيديو، ويلا بينا بقى نخلص خلاص يونت 12 اخر يونت في منهج كونكت. طيب زي ما انتم شايفين كده الكلمات بسيطه جدا، walk home يعني بيمشي للبيت، ride يعني يركب، bike or bicycle، bike bicycle، بصوا بنقول ايه bicycle، ما نقولش بقى bicycle، لا bicycle يعني دراجة او عجلة. بعد كده drive a car يعني بيسوق عربية، take a taxi بياخد التاكسي علشان يروح بأي مشوار، عشان طبعا عندي حبايبي ابرياء قوي ما شاء الله عليهم، يقول لي ياخده يروح بيه فين، ياخده ليه خالص، ياخده يشتري، لا معلش 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 مش عايزه انهار عصبيا خلاص، دي اخر وحده نزقها مع بعض يا سامح. فلا هي تيك تاكسي يعني بيركب التاكسي بياخده بيروح بيه مشوار. طيب بعد كده بلين يعني طياره. وبعدين دلوقتي بقى عندنا الدرس ذات نفسه، هسيبكم تسمعوه وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. Our mom drives the car home. Amira walks home. That's her house. Yusuf rides his bicycle home. Salim takes a taxi. طيب خلاص احنا سمعناه، نبدأ بقى نشوف هنقرا ازاي مع بعض. يوسف rides his bicycle home يعني هو بيركب الدراجة بتاعته وهو راجع البيت. أميرة walks home، أميرة بتمشي عشان توصل بيتها. That's her house، وده المنزل بتاعها. سليم takes a taxi، لكن سليم بيركب التاكسي. Our mom drives the car home، وماما بتركب العربية بتاعتها تسوقها عشان توصل البيت. طيب خلاص احنا كده عرفنا الدرس ذات نفسه بيتكلم عن ايه. طبعا النسخه اللي قدامكم دي هي النسخه القديمه، الفرق بس ما بينها وما بين النسخه الجديده، عشان زي ما قلت لكم انا بحاول اجمع الاثنين مع بعض عشان اللي معاه اي كتاب يعرف يمشي اموره. النسخه الجديده بس فيها جزء زياده قبل الكلمات بيتكلم عن البريزنت سامبل، ان مع اي يو وي ذي بستخدم الانفينيتيف فيرب يعني الفعل زي ما هو، بقول اي ووك اي رايد اي درايف I eat, I play، لكن مع he, she, it احنا بنزود للverb s وشارح بس حالة الs، يعني ride, rides، walk, walks، drive, drives، بس مفيش حاجة اكتر من كده، مش مكمل بقية الـ present sample. وباي ذا واي هو كده كده هم هياخدوا الـ present sample سواء في الـ connect او الـ connect plus وهيكملوا بقية الحالات، ولكن هي بس الحالة بتاعت s اللي موجودة عندنا مع he, she, it. هسيب لكم لينك للبريزنت سامبل بالكامل، ومن احسن الفيديوهات اللي الناس بتتفاعل بجد معاها على القناه عندنا، لانه موجود في كل المراحل برايمري 1 2 3 البريزنت سامبل، هتلاقوا لينك الشرح بتاعه بالكامل في الديسكربشن بوكس. ودلوقتي بقى يلا بينا نكمل الدرس. طبعا زي ما انتم شايفين كده الماتش، احنا بناخد رايد ا بايك، فين الصوره اللي بتعبر عن رايد ا بايك، اهي اروح كاتبه جنبها نمبر 1 والكلمه وهكذا. خلاص كده exercise 3 look at the picture and tick، ان احنا بنبص على الصوره ونختار الجمله المناسبه للصوره دي. number 1 she walks home، هي بتمشي عشان توصل للبيت. number 2 he drives a car to school، هو بيسوق عربيته عشان يوصل للمدرسه. number 3 she rides a bike home، هي بتركب العجله بتاعتها عشان توصل للبيت. number 4 He takes a taxi، هو بيركب التاكسي أو بياخد التاكسي عشان يوصل للمشوار بتاعه. بعد كده circle the correct word، walk، drive، take، ride، plane، taxi،
وخلي بالكو ان كلمه تيك هنا خداعه، لان الولاد يقولوا لي طب ليه مش درايف، لا هو هنا مش سايق، هو تيك تاكسي، يعني هو بياخد التاكسي يروح بيه مشوار، مش هو اللي بيسوق. تمام كده؟ طيب نكمل. supply the missing letters bike walk drive taxi plane ride. كان في exercise بسيط قوي قبل ده موجود في النسخة الجديدة عبارة عن choose، هو هو نفس الكلمات، الفرق بس ان هو عامل لي شوية application عبارة حوالي 8 جمل. بصوا كده انا فتح الكتاب قدامي اهو، 8 جمل. لو عايزيني احلهم لكم في فيديو المراجعة مفيش مشكلة، لو انتم محتاجينهم قولولي، حتى اكتب لكم الانسرز بتاعتها او اقول لكم، انا هحط لكم الانسرز بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس عشان نبقى يعني غطينا الامور كلها. بعد كده بقى عندي punctuate the following sentences، ان احنا نحط الكابيتال لتر في بدايه اي جمله او اي سؤال، وفي اخر الجمله بنحط فول ستوب، وفي اخر السؤال بنحط question mark. يلا بقى نحل. يوسف رايدز هيز بايسيكل هوم، كابيتال واي اند فول ستوب. اور مام درايفز ذا كار هوم، كابيتال او اند فول ستوب. I walk to school, capital I and full stop. And number four, who walks home, capital W and question mark, because إن اللي قدامي ده سؤال مش sentence. Copy the following sentence بقى، هنكتب نفس الجملة تاني ولكن بخط كويس، ونبدأ بقى في كلمات lesson two. الكلمة اللي معرفش ليه كل الولاد متعقدين منها، restaurant. Restaurant. Restaurant يعني مطعم. Restaurant. خلاص؟ museum museum يعني متحف. park park جنينة أو منتزه متنزه، مش عارفة بيقولوا عليه باللغة العربية الفصحى، سجنينة يعني عادي. park beach beach شاطئ. school school مدرسة. library library يعني مكتبة. store store متجر أو محل. buy buy يشتري. yummy food طعام لذيذ. yummy food. live يعيش. live. swim يعوم، خدناها كتير. where يعني أين أو حيث، بس الولاد لسه مش هياخدوها معنا كلمة حيث، أين. بعد كده next to، next to يعني بجوار. behind خلف. behind. in front of، in front of يعني امام. وخلي بالكو ان الـ OF هنا مش بننطقها اوف، عشان بلاقي الولاد يعني اوف خالص مش معقول اول. لا الـ OF هنا بننطقها of، of يعني كأنها V، لان اوف دي معناها لما اقول turn off مثلا اللي هي او دبل اف، دبل اف هم اللي بنطقهم ف ف كده. turn off the light مثلا، اطفي النور او turn on the light. لكن هنا اللي مكتوبه in front of الاو اف لوحدهم، اف واحده بس بنطقها ف ف sound. تمام؟ طيب خلاص in front of. وبعدين الدرس ذات نفسه هنا بيقول the school is behind the park، ان المدرسة خلف البارك. the restaurant is in front of the museum، والمطعم قدام المتحف. the store is next to the restaurant، والستور او المحل يعني المتجر whatever جنب الريستورنت جنب المطعم. وبكده خلاص نكون فهمنا كويس قوي البريبوزيشنز. نبدأ بقى ان احنا نكتب الكلمات بتاعتنا عشان نحفظها بالشكل التقليدي، وكالعادة بعديها على طول الماتش. معلش الكتاب لعب معانا معرفش ليه. match and write one part، اجي جنب الصورة احط النمبر وكمان احط الورد، وكده يكون خلاص الاكسرسايز بالنسبة لي خلص. طيب circle the correct word، عندي اول حاجة هنا restaurant مطعم، museum متحف، beach شاطئ، library يعني مكتبة، behind خلف الكورة هنا ورا الصندوق، next to بجانب، park جنينة، in front of الكورة هنا قدام البوكس فبالتالي تبقى in front of، store محل أو متجر، school مدرسة. بعد كده هنا بقى عندي choose the correct word. من الحاجات الحلوة قوي في step ahead ان هو منوع الexercises، فيعني هتفهم يعني هتفهم مفيش فيها. طيب عندي number one هنا we can read books at، احنا نقدر نقرأ الكتب فيه.
library طبعاً المكتبة. Number two, there is a museum in front of the park. ليه اخترت front of علشان موجود in front of the park أمام الجنينة. We can swim at a beach. There is a toy shop next to my school. ليه اختار next بالذات علشان كانت مكتوبة هنا to. فهقول next to بجانب المدرسة. We can buy things at a store. احنا بنشتري الأشياء من المحل. There is a restaurant behind the park. ليه ما كانش ينفع استخدم next لأن ما فيش to. ليه ما كانش ينفع استخدم front of لأن ما فيش in. لازم أقول in front of. فولا هتنفع دي ولا هتنفع دي يبقى طبعا behind the park. Number 7, we can eat food at a restaurant. احنا بناكل الطعام او الاكل يعني عموما في المطعم. I see my friends and teachers at school. انا بشوف اصحابي وكمان المدرسين بتوعي at school every morning. يعني انا بشوفهم كل يوم الصبح. طيب, supply the missing letters. هنكتب الكلمات park, museum, restaurant, behind, school, in front of, library, next to, beach, store, swim, food. الاكسرسايز ده بقى لطيف جدا. ليه؟ لانه بيقول لي read and number the places. احنا عندنا الاماكن هنا وهنعمل لها numbers. يعني مثلا انا بالنسبة لي number one اللي هو البيتش مكتوبة هي بيتش, يبقى هاجي هنا كده بالقلم. طبعا انتوا ممكن تخليهم يجيبوا الالوان عشان يحسوا ان ده activity, يجيبوا الالوان ويبدأوا يعملوا كده one, هو ده البيتش الشاطئ. طب number two restaurant, فابدأ أدور في الصورة فين هنا المطعم بتاعي. فأول لما هلاقي الريستورنت بالنسبة لي أروح عاملة عليه number two, أهو عليه بطاطس فظيعة وهكذا. بقى الصورة يمكن تكون مختلفة شوية عن اللي موجودة في الكتاب اللي هو الجديد, ولكن الاتنين زي ما قلتلكوا زي بعض بالظبط وهتعرفوا تحلوا عادي جدا. طيب تعالوا بقى نقرا مع بعض وبعد كده الترقيم ده يبقى الأولاد يعملوه بالألوان. My town is small and beautiful. يعني المدينة بتاعتي صغيرة وجميلة. There is a beach, في شاطئ. In front of the beach there is a restaurant, في كمان قدام البيتش ده مطعم. With yummy food, الأكل بتاعه حلو قوي. Behind the restaurant there is a museum, في خلف المطعم في متحف. And a library, وفي كمان مكتبة. I live on إسماعيل محمد street. أنا عايش في شارع إسماعيل محمد. My school is on my street. المدرسة بتاعتي موجودة في نفس الشارع. And next to the school there is a park. وفي جنب المدرسة park, جنينة. In the park there are trees and flowers. والجنينة دي فيها أشجار وورود. Behind the park there is a store. في كمان خلف البارك ده محل أو متجر. Where we buy all our food. بنقدر نشتري منه كل الأكل اللي احنا محتاجينه. وبكده خلاص بقى هما بيرقموا ده, مش محتاجة ان انا احلها معاكو. هاتوا الألوان وانطلقوا. تمام؟ طيب بعد كده بقى عندي هنا complete the sentences using the following words. ان احنا هنبدأ نكمل بالكلمات المناسبة. وخلي بالكو ان الصفحة دي مش موجودة في الكتاب الجديد, ولكن انا هحلها للناس اللي معاهم النسخة القديمة. طيب number one, there is a store behind the park. الستور هنا خلف البارك. There is a museum next to the school. المتحف جنب المدرسة. There is a restaurant in front of the park. المطعم موجود قدام البارك. وآخر حاجة punctuate the following sentences. My town is small and beautiful. Capital M and full stop. Where can you buy things? Capital W and question mark. I live next to my school. Capital I and full stop. Which place is it? Capital W and question mark. وفي الآخر خالص copy the following sentence. هنكتب نفس الجملة ولكن بخط كويس. نكمل بقى lesson 3. طبعا بالنسبة لي lesson 3 من أخف الدروس اللي ممكن تقابلوها. City مدينة كبيرة. Town مدينة بس أصغر. Village يعني قرية. Street شارع. Country دولة. World عالم. تعالوا بقى ننطقهم بالراحة بالإنجليش بس. City, city. Town, town. Village, village. Street, street. Country, country. World, world. خلاص كده نكتب بقى الكلمات بتاعتنا
ونخلص الماتش بتاعنا. نمبر 1 تاون، فين المدينة؟ طبعا هما بيبقوا حافظين الصور دي من يعني الصفحة اللي قبلها، التاون اهي موجودة، احط النمبر 1 وهكذا ونتأقلم. circle the correct word. طبعا هنا عندي نمبر 1 دي تاون، country يعني بلد، street city، village world. بعد كده بقى عندي هنا rearrange the letters، هنرتب الحروف عشان نكتب الكلمات صح. هي نفس الكلمات، village town street country world city. طيب الصفحة دي بقى موجودة بس في الكتاب القديم بس، city country world street village town. هي تكرار عموما لنفس الاكسرسايز اللي فات، وفي الاخر copy the following sentence، هنكتب نفس الجملة بخط كويس. نيجي بقى عند lesson 4 برضو خفيف خالص، meet يعني قابل، visit يزور، cousin ابن عمي، welcome to Cairo مرحبا بك في القاهرة، different places in Egypt أماكن مختلفة في مصر. وتعالوا نقول الانجليش بس، meet visit cousin welcome to Cairo welcome to Cairo different places in Egypt different places in Egypt. وبعد كده عندي الدرس هنا ذات نفسه، هسيبكم دلوقتي تسمعوه وبعدين نشوف هنعمل ايه. هيرني and Hannah meet Amira. Hello Hannah. Hello Hani. This is my cousin Eunice. He is visiting us. Hello. Hello Eunice. I'm Hairney. This is Hannah. Welcome to Cairo. Do you like our city? Yes, I do. The city has stores, restaurants, and parks. There are a lot of people. 2. Where do you live, Eunice? I live in a village. It's small. There are trees and farms. I can play with the animals on the farm. Daddy, can we visit Eunice's village? Yes, we can. There are many different places in Egypt. طيب خلاص بعد ما سمعناه نبدأ بقى نقرا مع بعض. Hani and Hannah meet Amira. يعني Hani وهانا هيقابلوا أميرة. Hello Hannah. Hello Hani. He is my cousin Eunice. He is visiting us. هنا بتقول لهم ازيك يا هاني وازيك يا هنا، ده ابن عمي يونس وهو بيزورنا. Hello يونس، I'm هاني، انا هاني. This is Hannah. Welcome to Cairo. Do you like our city? هل انت عجبتك المدينه بتاعتنا؟ مرحبا بك يعني في القاهره بقى وحركات وكده. فبدا يقول لهم yes I do، ايوه عجبتني. The city has stores، stores محلات يعني، restaurants مطاعم، and parks وكمان جناين. There are a lot of people، وكمان فيها ناس كتير قوي. بعد كده مكتوب بقى هنا، نعمل زوم كده لطيف. قالوا له Where do you live, Eunice? هو أنت عايش فين يا يونس؟ قال لهم I live in a village. أنا عايش في القرية. It's small. صغيرة. There are trees and farms. بيكون فيها أشجار وكمان مزارع. I can play with the animals on the farm. وبقدر إن أنا ألعب مع الحيوانات اللي موجودة في المزرعة. فبدأوا يقولوا إيه؟ Daddy, can we visit Eunice's village? هل إحنا ممكن نزور القرية اللي عايش فيها يونس؟ فبدأ يقول Yes, we can. وفي الآخر خالص مكتوب There are many different places in Egypt، يعني في أماكن مختلفة في مصر، في منها بيكون village، قرية مثلا أو city أو town، كل واحد عايش مكان مختلف والأماكن دي مختلفة في الطباع وفي الشكل وفي المحلات وفي كل حاجة. طيب بعد كده عندنا بقى الاكسرسايزز اللي موجودة على اللسن دي، بسيطة خالص، هو بس الماتش. وللأسف للأسف هنا هنضطر نوصل بالخطوط، يلا مش مهمة، بسيطة ما فيهاش لعبها جامدة. يونس lives in a village. بعد كده يونس can play with animals on the farm. In a village there are trees and farms. يونس likes the city because it has stores, restaurants and parks. نفس اللي مكتوب بالظبط، هو اللي وصلناه ببعض. firefighter يعني رجل مطافي، right يمين، night بالليل،
traffic lights إشارة المرور 8 رقم 8 نقولهم بقى ورا بعض firefighter right night traffic lights 8 وبعد كده نكتب الكلمات ونحفظها ونعمل الماتش نمبر 1 right يعني يمين نيجي جنب الصورة اللي معمول عليها الارو اللي رايح يمين ده ونكتب الكلمة والرقم وبعدين rearrange the following words هنعمل نفس الستبس كل لما نكتب كلمة نشطب عليها سارة يبقى أعمل miss out has 8 toys وما اشطبش على الكلمة غير لما اكتبها تمام we sleep at night خلاص كده the store is on the right المحل موجود على اليمين my father is a firefighter بابايا رجل مطافي supply the missing letters بعد كده بقى الولاد هيكتبوا الكلمات 8 right night traffic lights and firefighter وفي الاخر خالص copy the following sentence هيكتبوا نفس الجملة تاني ولكن بخط كويس ونبدأ بقى نروح خلاص على اخر درس في اخر وحدة في اخر خلاص يعني بعد ما انهارنا كلنا خلاص بنخلص turn left يعني نتجه يسارا او نروح يعني نمشي ناحية الشمال go straight نمشي على طول turn right نتجه لليمين go out of ان انا بخرج من مكان معين go past امشي بعد easy سهل نقولهم بقى انجلش تاني بس turn left go straight turn right go out of go past easy خلي بالكو ان هما مفروض يقولوا go out of اوكي مظبوطة عايزين نقولها American accent تبقى go out of مفيش مشكلة في straight الG silent عشان الناس اللي بتسألني بعد كده read and color the correct picture طبعا انا هنا ما كانش ينفع الون فانا عملت علامة صح والولاد بقى خديهم يجيبوا الالوان ويلونوا الصورة اللي انا عاملة عليها صح دي she rides a bike اهي he drives a car اهو turn left اهو turn right اهي وخلي بالكو عشان الولاد اتلخبطوا معايا وافتكروا ان دي هي دي لا بصوا ده كده رايح شمال اهو وده هنا كده رايح يمين طيب go straight يعني نمشي طوالي it's next to the park يعني هو بجانب الحديقة طبعا دي مش بارك خالص فعشان كده اخترت دي ويبدأوا بقى ان هم يلونوا ويهيسوا يلا بقى يلا احتفالات اخر الترم circle the correct word هنعمل بقى دورية حوالين الكلمة الصح go left go straight go right وفي الاخر خالص copy the following sentence هنكتب نفس السؤال تاني زي ما هو ما غيرش فيه اي حاجة ولا جاوب عليه ولا كل الحاجات اللي بتصدم الواحد دي نفس السؤال هو لكن بخط كويس والامتحان بقى الولاد يحلوه ولو جابوا في المارك بقى خدوهم وخرجوا واحتفلوا وهيسوا بصوا يا جماعة انا فرحانة قوي ان احنا خلصنا خلاص كده كفاية قوي الحمد لله خلصنا الكونكت اليونتس كانت سهلة بس مشكلتها ان هي كتير طويلة يعني مش حابة قليلين بصراحة خالص عكس مثلا لما نهج الكيجس واخدين 4 يونتات وخلاص لكن هنا بالنسبة لي فكرة ان 6 يونتس دي يعني صدمة عصبية فظيعة فالحمد لله خلصنا عايزاكم بقى تعملوا سبسكرايب للقناة تفعلوا زر الجرس تعملوا لي لايك يعني انا عاملة مجهود بقى بص مش عايزة اقول لكم لا في شغل عالي على القناة بيحصل اتفضلوا بقى يلا قدرونا شوية ونعمل بقى لايك على الفيديو وزي ما قلت لكم تفعلوا زر الجرس ولو محتاجين اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتس لو ليكوا تعليق سلبي او ايجابي بيساعدني جدا 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 في تطوير المحتوى اكتبوه ما تبخلوش بيه علينا اعملوا شير للفيديوز على كل الجروبس اللي تعرفوها عشان نفيد بعض كلنا وشكرا ليكم ولوقتكم وخلاص كل سنة وانتم طيبين مع السلامة